مساء الخير للجميع. اجتني أسئلة كتير على القناة على اليوتيوب، بتسأل عن موضوع النعل الطبي، أو مسميه بسوريا احنا الضبان الطبي. بهذا الفيديو رح أخذ حالة معينة يستعمل فيها دائما النعل الطبي كحل، أشرح ليش لازم واحد ما يستعمله، والتمرين اللي ممكن واحد يعمله بيعوض عن النعل الطبي وبيحل المشكلة نهائيا بدون استخدام أي شيء من برا. تابعوا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أحكي عن موضوع النعل الطبي، في موضوع أو نقطة مهمة لازم أرجع أذكر فيها. أنا حكيتها بفيديو سابق ولازم أرجع أذكر فيها مرة تانية. لا يمكن مقارنة جسم الإنسان مثلا بأي شيء تاني، آلة أو سيارة أو ماكينة أو أي شيء تاني. يعني السيارة هي خلايا ميتة، في حال صار أي ضعف بأي منطقة فيها ممكن واحد يدعمها بشيء من برا مشان يضل يصير المكان هذا يصير له تدعيم ويصير ثابت. يعني مثلا نحط براغي من برا، منحط حديد من برا، اللي هو مندعم هالمنطقة هاي. أنا بحكي عن السيارة، مندعم هالمنطقة هاي وبصير في ثبات أكتر في هالمنطقة اللي فيها مشكلة. ولكن لا يمكن التفكير بنفس المنطق فيما يخص جسم الإنسان. جسم الإنسان هو خلايا حية، التدعيم من برا بيضعف المنطقة اللي نحن عم نحكي عليها، يعني بيشتغل تماما عكس الشيء اللي احنا بدنا اياه. جسم الإنسان عنده طرقه وأساليبه لتدعيم وتقوية منطقة معينة أو مفصل معين. عنده عضلات، عنده أربطة بقوية بيزيد من حجمها بحيث أنه هالمنطقة هي تصير مدعمة في حال كان في عليها ضغط كتير أو فيها ضعف. ولكن أي شيء بيجي من برا، أي مساعدة بتجي من برا بتخلي الجسم يعمل مفعول عكسي تماما عكس اللي احنا بدنا اياه. يعني إذا كان في عنا مشكلة مثلا بالقدم وإجا الطبيب أو الدكتور أو المعالج الفيزيائي ووصف لنا نعل طبي مشان يساعد هالمنطقة هاي، أي ضعف كان موجود بهالمنطقة هاي حاولنا نساعده أو ندعمه بالنعل الطبي رح يتأزم، رح يزيد، ورح نصير مرتبطين أو دائما محتاجين النعل الطبي. لأن بدونه، يعني مثلا نحن نوصف لنا النعل الطبي لبسنا سنة، بعد السنة إذا بنشلحه الوضع جدا أسوأ من قبل سنة. يعني نحن صرنا دايما مضطرين على النعل الطبي. طبعا هذا موحل، لذلك اليوم رح أخذ مثال معين بيصيب الأطفال بشكل عام، أو أغلب اللي بصير معهم من الأطفال بنوصف له النعل الطبي. رح أشرح المشكلة بالضبط وأشرح حل بسيط لها بحل المشكلة بدون نعل طبي، وممكن مقارنة اثنين شخصين، واحد استخدم النعل الطبي لفترة معينة وواحد لا، ونشوف النتائج. تابعوا الفيديو. فالحالة اللي راح أحكي عليها اليوم هي مثل ما ذكرت بتصيب الأطفال بشكل عام، طبعا ممكن الكبار كمان ولكن الأطفال بيعانوا منها أكتر. وهي موضوع أنه بيدوسوا بقدم إجرهم بمنطقة غلط. هلا راح نفرجي الحالة. هي لما الولد بيصير لسبب ما، وهو مو مهم شو السبب، بصير بدل ما يدوس هيك مثل دوسة طبيعية بصير بدوس بدخل لجوا، بكل خطوة بياخده بس حط اجره على الارض بدخل لجوا في قدمه، بصير في عنده هالميلة هي لجوا هون. طبعا النتائج تبعها هي كارثية، خلينا نقول، لاني مع الوقت راح يصير مع وجع بالركبة، وممكن حتى يبدا من وقت من يعني خلال فترة قصيرة هو ولد يصير عنده وجع ركبة، ما ضروري يستنى ليكبر. فهون غالبا بنوصف له نعل طبي بدعم هالمنطقة هي عشان ما يصير هالدوسة هي تدخل القدم لجوه لهون، لأن القدم لازم يضل فيها تضل الدوسة بشكل مستقيم هيك، وما تدخل القدم، ما تميل لجوه هيك. فالولد لسبب ما مثل ما قلت عم بيستخدم هالطرف هاد تبع قدمه، الطرف الداخلي أكتر من الخارجي، وعم بيدخل فيه لجوه وعم بصير الدوسة تقريبا فيه أكتر من لبرا. يعني الطرف الخارجي، الطرف اللي هون عم بضل بشكل عام غير مستخدم، خلينا نقول. فنحن قبل ما نستعمل النعل الطبي او حتى اللي بيستعمل النعل الطبي يجرب هالتمرين لابنه. نحن ما انه عندنا مشكله بالطرف الداخلي، الضغط كله عليه، يعني الولد عم بمشي هيك، خلينا نقول بدنا نعكس الموضوع وبدنا نحاول نفعل الطرف الخارجي تبع القدم. يعني بدنا نحاول نخلي الولد يمشي هيك بهالطريقه هي. طبعا ما معقول يمشي هيك وهو لابس، لذلك بعمله اول فتره كتمرين بحيث انه بالبيت هو كل يوم مثلا مرتين ثلاثه خمس دقائق، كل مرة خمس دقائق، مثلا مرة صبح مرة ظهر مرة مساء،
بحاولوا الاهل يخلوا الولد يمشي على طرفه الخارجي من الاجر. طبعا المشي على الطرف الخارجي بتقوي الطرف الخارجي هذا اللي هون، اللي هو عنده من الاصل ضعيف. بعد فتره، ممكن بعد اسبوعين ثلاثه من هذه الطريقه هاي، بعد ما يصير الطرف هذا قوي، طبعا الولد لازم اول فتره يتعلم على الموضوع هذا، ممكن ما يتوازن بطريقه المشي هاي، ولكن مع الوقت بحسن يتوازن فيها، فبصير الطرف هذا الخارجي قوي عنده. وممكن بعد فتره هو من دون ما يميل هالميله هاي القويه هيك، وانما هو يعني هو عم بدوس بدون، بجوز يمكن ما تبين حتى للعين للشخص اللي قدامه، ولكن يحاول يدوس بالطرف الخارجي اكثر من الداخلي، يحاول يضغط قدمه بالطرف الخارجي اكثر من الداخلي. واحد يعلمه اياها تعليم للولد، وبعد فتره بحس الولد هو لحاله صار يمشي طبيعي، ما بيدخل لجوا. واذا كان عنده وجع ركبه بروح بشكل اوتوماتيكي لحاله، اذا عنده وجع بالركب بالقدم نفسه بروح. وبالتالي نستغني عن النعل الطبي اللي بدعم هالمنطقه هي، او اللي بسند هالمنطقه هي مشان الولد ما يدوس عليها، ولكن مثل ما قلت اي شيء بيجي من برا بسنه الطرف بضعف هالطرف اكثر. يعني بصير عندنا من الاصل الطرف الخارجي ضعيف، والطرف الداخلي كمان بصير اضعف. في حال الولد شلح النعل الطبي ما بحسن بيمشي ابدا، بصير عنده الام فظيعه، لذلك بضطر يضل معلق كل عمره بالنعل الطبي. فهذا هو الحل، بيمشي فتره اسبوعين ثلاثه كل يوم ثلاث مرات هيك بشكل قوي على الطرف الخارجي، وبعدين بحاول يدوس دوسه عاديه، يعني ما ضر يميل هالميله كلها، ولكن يحاول يدوس اكثر لبرا، يعني على الطرف الخارجي، يعتمد على الطرف الخارجي اكثر من الداخلي، وبعد فتره بتختفي المشكله. فبهي الطريقه هاي بنخلص من موضوع النعل الطبي. ممكن حتى الناس اللي انكتب لها نعل طبي تستغني عنه فتره، او كل يوم تعمل تمارين معه، ومع الوقت ببدا الولد شوي شوي بيستغني عنه. يعطيكم العافيه.